جبتها من الاول هنا. فبتقول لي شيماء الكبيره روح يا بنت هات ايه شورت لابن عمي. البنت قالت لها حاضر. البنت مشت لحد هنا كده اول وهي مسكت هاني. هاني كان محطوط في المكان ده بالظبط. هاني الكبير ده؟ هاني الصغير اللي هو عمره 4 شهور. مسكته بعد كده راحت رميها من هنا. محمد ابني لما خاف جري منها جري لحد اللي هي ايه اول الباب كده اهو. رجعت جريت وراه وراحت ماسكاه وراحت رميه وراه. رميه هنا؟ رميه برضه من هنا. تمام؟ طب الحمد لله. نزل محمد ابني وهاني مشوا مع الميه كده اهو. مشوا جميل. هاني طلع بعد حوالي 100 متر بالظبط عايم على وش الميه. جاري هو اللي مطلع وقال هاني كان عايم على وش الميه. هاني اللي هو اللي عايش الاربع شهور كان عايم على الميه. كان عايم على الميه على ظهره. على ظهره جسمه كله ما اتبهدلش ليه عمر ولا اتبل ميه. هاني جسمه ما اتبلش ميه خالص. مسكت الطفل رمته في الميه هنا. رمته هنا. طفلين مش طفل. طفلين. الولد الكبير والولد الصغير. الولد الصغير والولد الكبير. تمام. فجأت بالتليفون بيرن على ابويا فبيقول له تعالى شوف مرات ابنك وولاده وقع في البحر اليوسف. بعد ما رمتهم طبعا حاولت تمشي خافت من اي حد يهجم عليها ولا حاجه. فالمهم بدات الجيران تلاحظ الاولاد اللي واقعه في المايه دي فشافوا ولد بيطلع وينزل. ده قضاء الله وقدره ده ما حدش لحقه. والولد الثاني كان واحد نزل المايه بسرعه بهدومه زي ما هو وربنا كرمه ونجد الطفل ده. فانا لما جيت هنا فسالت الجيران فبيقولوا ايه ولادك هم بس اللي في المايه مراتك مش عارفينها راحت فين. ففي ناس جرت لبره في الشوارع وبتدور عليها. في ناس لحقتها في البلد وهي بتجري ومسكتها وجابتها لحد عندنا هنا. وهم جايبينها على المكنه ورا اللي كان جايبها على المكنه. سالتها قلت لها انت غرقت العيله شيماء؟ قالت لي غرقته. ايه ابويا قال لي الراجل طب خدها واطلع على النقطه بتاعت الشرطه. واتنقلنا فعلا نقطة الشرطة وحولونا بعد كده على المركز والنيابة. ده اللي اترمى في البحر. أنقذ واحد جاري جابه من نص المية عمره 4 شهور. انتقام مني. في خلافات بيني وبين أهلها ومش حابب إن أنا أبعت مراتي بيت أهلها بسبب المشاكل دي. اللي كان غريب يعني روح الأمومة أو حس الأمومة إن الأم ما فيش ظرف ولا في مبرر لأنها تلقي أولادها بالشكل ده. طبعا الزواج المبكر برضو من ضمن الأسباب. الزوجة والزوج كلاهما يمكن لسه أطفال وعيهم لسه ضعيف. والله الأعمار بالتقريب هتكون يمكن 20 وما أقل. ودي 90% من أسباب المشاكل والطلاق قبل ما تبلغ سن القانوني بالزواج العرفي بيحصل فيه مشاكل كتيرة. ومن سبب وأول مشكلة تحصل بالوضع دوة أن إنسانة يعني تلقي بأولادها في الماء يعني لا شيء لا يتصوره العقل ولا يتصوره أي إنسان عاقل إنه يشوف حاجة زي دي وما يصعبش عليه اللي حصل. وطفلين براء ذنبهم إيه إنهم يحصل فيهم كده. طبعا زي ما انتم شايفين الاهالي في القريه بيحللوا القضيه بشكل اجتماعي مهم جدا لازم هنناقشه معاكم بعد شويه كمان. بس نسمع الاول الزوج رجب ضاحي. عم رجب اهلا بيك. عم رجب. ايوه استاذ سامعك. البقيه في حياتك يا عم رجب. البقيه في حياتك. البقال الله ربنا يصبرك.
اللهم امين. قول لي ايه اللي حصل بالظبط يا عم راغب؟ انا يعني انت اتكلمت في التحقيق اللي احنا شفناه من شويه، بس خليني يعني استعيد معاك اللي حصل كله تاني. ايه اللي حصل؟ ايه الخلافات اللي ممكن تدفع الزوجه انها تاخد الاطفال وترمي بيهم في الميه، ترميهم في الميه بهذا الشكل؟ والله حضرتك انا في حاجه اعلق عليها الاول. ممكن تبعد عن التلفزيون يا عم رجب؟ ابعد خالص عن التلفزيون او وطيه. تمام يا باشا، عشان صوت التلفزيون معانا بس. اتفضل. حضرتك دلوقتي انا عايز اوضح حاجه للساده المشاهدين. اتفضل اتفضل يا عم رجب اتفضل. في كلام الصحافه خدته من اهلي ومني وطلعت على التلفزيونات وفي الجرايد، كتبت غير اللي انا قلته. اقسم بالله اقسم بالله بحيات ابني اللي انا فاقده دلوقتي، الكلام اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي حصل. حضرتك دلوقتي انا لما امنع زوجتي تروح لبيت اهلها بسبب المشاكل. المشاكل دي ايه هي؟ ان اهلها كان عايزين يخلي اخويا ينسبهم وياخد بنتهم، واحنا ابويا رفض، قال لهم لا. كل دي مشاكل عادية وطبيعية بتحصل. تمام كل ده عادي جدا. تمام. فهنا حصل حساسيات بين العيلتين يعني. تمام. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ رجعت وديتها بيت اهلها وتمام التمام، وبرضه حصلت خلافات تاني. منعت ان هي تروح بيت اهلها. الايام دي انا عيد، ايام عيد، ايام فرحة المسلمين. ينفعش انا احرمها من رؤية اهلها. جبت اهلها يوم الخميس بالليل اتعشوا عندي في بيتي وسط ابويا واخواتي وهي كانت موجودة معانا. بعد ما تعشينا وتمام التمام وكل واحد راح لبيته، برضو انا من عادتي وعشت في حياتي لازم ان انا بسهر ساعة واثنين وباكل مرة واثنين وثلاثة بالليل عادي، مش فانا بصحيها من النوم وبقول لها يا بنت الناس قومي كلي معايا. قالت لا، رفضت اللي هي تاكل معايا. نمنا على هذا الوضع. صبحنا الصبح خدت بعضي واتكلت على الله، رحت الارض عشان اشتغل واساعد ابويا واخواتي. فكنت انا في الارض انا وابويا واخواتي، فعلا عندي اثنين شباب محمد وعيد، و اتصلت بينا مرات اخويا الكبير فبتقول لي الحق مراتك واولادك راحوا في الميه. طيب قبل الميه ده انت عايز تقول انها لما رجعت من عند اهلها يعني يعني رجعت وفي مشاكل وانت بتقول لها تعالي اتعشي معايا فقالت لك لا؟ حضرتك هي ما رجعتش من عند اهلها، ده اهلها عندي انا في بيتي. اهلها عندك في البيت؟ عندي انا في البيت. وتعشينا وتمام التمام وكل واحد خد بعضه وخد عياله ودخل على مكانه واللي راح بيته ومفيش اي مشاكل والدنيا كلها فرحانه وبنهزر وبنضحك كلنا اسره واحده. طب كويس قوي. ايه اللي حصل بقى؟ ليه ترتكب الجريمه الصبح كده؟ انا الصبح انا بقول لحضرتك انا فطرت وخدت بعضي، ما فطرتش يا ربي، خدت بعضي واتكلت على الله على شغل في الارض انا واخواتي وابويا. مراتي فيها بتتصل بيها. المهم اتفضل. مرات اخويا بتقول تعالوا ده مراتك واولادك راحوا في الميه. فجينا لمكان الحادث، طبعا ايه شفت المنظر، الناس والجيران والاهالي تمام. بيقولوا لي ربنا نجلك عيل والتاني مش لاقيينه، ومراته طبعا لوزيا ست عاجله ولادها وقعوا منها غصب عنها، كانت تقعد على اي جنب ولا
بتزعج عليهم ولا بتندى اي بتسنجد باي حد جنبية عشان تنقذ ولادها. البديع باشا رمياهم، ام رمية ضناها يا باشا. انا بكلمك دلوقتي قسما بالله بصدق، رمت ولادي الاثنين في المية، وانا راجل ماليش مثلا زي ما حضرتك سمعت برضو عن يعني هي خدت الطفلين ورمتهم في المية. ايوه الاثنين يا باشا راحوا في المية. الطفل الاولاني كام سنة اللي مات الكبير؟ الكبير اسمه محمد رجب ضاحي، مات وهو عنده 4 سنين. والصغير 4 شهور؟ الصغير هاني 4 شهور. ده هاني انا سامعك بتقول كان طافي على سطح المية، طافي على سطح المية كده. اقسم بالله الراجل جاري جاب هاني وهو عايم على وش المية، مش على وش المية هاني مسافة 100 متر او 130 متر على ظهره، والله ما اتبل. يلا دي مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا انقذه لك. لكن قول لي هنا يا مرابة، ما حصلش اي مناقشة معاك قبل ما تعمل ده نهائي؟ ما فيش اي مناقشة خالص؟ ما فيش اي زعل. هي قالت لي تعال افطر، قلت لها لا انا مش فاطر، خدت بعد واتكلت على الله على الغيط، ولا في اي زعل ولا في اي مشاكل. طيب اتجهت بقى اللي حصل، بس في حاجة أقول لحضرتك عليها برضه. أنا راجل عندي 28 سنة وهي عندها 24 سنة. أنا متجوز رسمي، كاتب عند مأذون رسمي، مانيش كاتب زي ما الناس بتقول لك. أنا سامع أهل القرية بيقولوا إنه السبب صغر السن وإن أنتوا اتجوزتوا قبل سن ال 18. يا باشا حضرتك دي سنة 24 سنة، أنا معايا البطاقة بتاعتها. أنتوا متجوزين بقالكوا كام سنة يا عم رجب؟ 5 سنين يا باشا، يعني هي عندها 19 سنة وأنا 23 سنة. طب قول لي هي قالت إيه في أنت قابلتها بعد كده في القسم أو في النيابة؟ حضرتك اول ما احنا جبناها طبعا جبنا اول طفل وطلع الحمد لله. تاني طفل انا قعدت بدور عليه بنفسي في الميه قبل الانقاذ النهر ما يجي، قعدت بدور عليه في الميه اكتر من ساعه. جابوها هي من على اخر البلد، من على اخر القريه. فاول ما وصلت عند مكان الحادث اهلي واقفين كلهم، ابويا جد الطفل بيقول لها يا شيماء انت وديتي العيال فين؟ قالت لهم انا رميتهم في الميه. قال خلاص يا جدعان خدوها واطلعوا بيها على نقطه الشرطه. تمام حضرتك؟ يعني هي قالت لهم على طول كده انا رميتهم في الميه، وانت طبعا انت اعتقدت انها يعني غرقانه معاهم يعني. انا اعتقدت ان هي كانت غرقانه معاهم، بس في ناس قالت لا احنا شفناها وهي ماشيه في المكان الفلاني بتجري كل حاجه يعني بوضوح، كل حاجه الناس موضحاها. يا استاذ وائل انا دلوقتي ابو الطفلين. انا بكلم حضرتك دلوقتي عشان اشوف القضاء المصري هيجيب لي حق ابني ازاي. أنا بطالب القضاء المصري بالإعدام لشيماء أم الطفلين، ما تستاهلش كلمة أم الطفلين. الأم يا باشا اللي ترمي دماها 4 شهور و4 سنين رضح أول آخر، حرام اللي هي تقال عليها أم. طيب ما أنت ما حصلش نقاش بينك وبينها بعد الجريمة في القسم أو في النيابة؟ حضرتك بعد ما رحنا لنقطة الشرطة عرضنا على المركز والنيابة، قسما بالله ما اتكلمت معاها ولا قلت لها انت عملت كده ليه ولا اي حاجة. طيب وهي قالت عملت كده ليه بقى؟ انتقام مني عشان سوء المعاملة بتاعتي، بس انا قسما بالله انا يعني في حاجة برضو اقول لحضرتك عليها، لو انا راجل وحش وبعاملها بسوء معاملة زي ما بتقول ممكن في حلول كثيرة قوي،
يعني ممكن كانت تاخد الاطفال دي وتطفش، ممكن تسيب لي الاطفال وتمشي هي، ممكن تاخد الاطفال وتقول لي عايز اخلص منك. في حلول كثيرة كثيرة كثيرة. عندك حق، بس اولا ما فيش اي مبرر يخلي الام تعمل كده. بس انت يا عم رجب اكيد طالما هي قالت كده يبقى انت مسود عيشتها يعني. لا يا استاذ وائل، انا بكلمك وانا حاليا دلوقتي واقف في مكان الحادث بالظبط، المكان اللي رمت منه محمد الله يرحمه وهاني اخوه. انت ايه اللي بيوقفك في مكان الحادث كده؟ تمام، انا عشان اسمع حضرتك وروح ابني واقفه في المكان ده دلوقتي وسامعاني عشان اجيب حقه. يعني انت متعمد تبقى واقف في المكان عشان روح ابنك يعني تبقى معانا، يعني روح بتصعد الى خالقها يعني. قول قول خليني ادخل في الجانب الثاني يا عم رجب، اللي هو اكيد حصل الصبح، انت مش عايز تقول في حاجة، اكيد حصلت في مشكلة الصبح او بالليل، ولا انت مش عايز تقولها؟ يا استاذ وائل انا راجل بدور على حق طفلي. ما عندك، ما انا لسه بقول لك مفيش ما يدفع حتى لو في 100 مشكلة، حتى لو في الاف المشاكل بينك وبينها، ما الاطفال ما لهمش ذنب انهم يدفعوا الثمن بالشكل ده. والله والله انا الكلام اللي عندي هو ده اللي بقوله. طيب خلينا اسال كده وخليك معايا يا عم رجب، احنا الجانب ده عشان نشوف يا جماعه ازاي نستفيد اجتماعيا من هذه القضيه.